بفضل من الله ونعمه ليست الفرق الاولى التي تشهد بلادنا فلسطين او وضعها على وجه التحديد اسلام بعض من اخواننا الانصار. وبالمناسبه لمراسله سريعه لاخر وزاره الداخليه تبين ان عدد الذين اسلموا من عام 2003 الى الان ما يقارب 265 واحد، يعني ليس عمر يعني ليس عددا سهلا بالمناسبه. نصيب غزه لوحدها Thank you.